FM. الكلمة ليك. أكتو فيسبوك. صباح الخير نبيل تبا. دونك صباح الخير للناس اللي خلطوا علينا توا. دونك موعدنا مع الأكتو فيسبوك. البداية ذولي باش نقولها كالعادة. البداية كالعادة مع رئيس الجمهورية المشيخات السبسي اللي فضايح نداء تونس. رد بالك أنت، رد بالك. لا مانيش نقول، مانيش لا ثلب لا شتم لا حد شيء. صحفية شابة صاعدة توا. مسالش نتحمل مسؤوليتي في كل شيء. نتحمل مسؤوليتي في كل شيء. مسؤوليتي في حرية، مش ننقد، في حرية التعبير نتاعي. هو صرح وين نعلق على التصريحات. حرية تعبير وانت عبير به برشا عبر. دونك انا قلت فضايح نداء تونس جاوزت حدود الوطن. اش خلى رئيسنا في عوض يحكي على تونس في المحافل الدوليه واللقاءات الاعلاميه، ولا يحكي لنا على حافظ شعمل ومرزوق اش قال واللومي اش صرح وانس الحطاب شنو هي. سبسي قال في مقابله مع قناه عربيه انه حزب نداء تونس لم يقم بوظيفته الحقيقيه في مواكبه المسار الديمقراطي، ولم يستوعب ان مصلحة الوطن تأتي قبل مصلحة الحزب. وشدد السبسي من جهة أخرى على أنه أزمة الحزب هي سحابة صيف وستنقشع قريبا. سحابة صيف شنو يا معلم؟ هي بجبوج. عندكم عام اللي انتخبكم مليون تونسي، الخريف الأول، الشتاء، الربيع والصيف، الخريف هاو مرة أخرى والشتاء هاو جاي، والأزمة ما تحلتش. هذا زلزال، ما هوش أزمة، هذا أعصار. وعلى رأي شاعر، إذا رأيت رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص. شو قال سراجي؟ لو كانت نحي سحابة صيف عابر معناتها ما تكهونت جوية. خيهلة مهلة. سحابة صيف عابرة، لا أزمة عميقة كما قلت. هو الحديث على الاتفاق قريب متوافق. سمعنا منه باش الكلمات. طاح القدر وطاح الفرضاوي وحيت الياجور طاح، فهمني؟ وإذا هالأشياء هذه كلها طاحت في حزب، ما حدش ما يلي بيك يلي عليكم غدوة ترجع للناخبين، شبيهم هم سيدي تاتا والله. وما نساو جماعة متاع نداء تونس اللي عركة متاعهم يشوفوا فيه الناخبين متاع نداء تونس. الناخب شبيه قلت لك عقله ما مش فوقه، نهار تعمل له سيرك متاع قطيعة، ونهار تعمل له طلاق، ونهار تعمل له زازة، ونهار تعمل شنو مشكرة. عاودوا قراوا العلوم السياسية، كان ما عندكمش المام بالحياة الديمقراطية. وشوفوا شوية، استخبروا على إيطاليا كيفاش واقعة، استخبروا على جوستان ترودو احنا بتاعنا كندا مفضلنا الوزير الأول الشباب الصغير هذاك مشكعة مزين سمح ذاك. انا شفته بيبي في الكندا راو وقت مشينا الفيستيفال لا فرانكوفونيه كل عام زي بيبي مع بيبي مزيان، فهمني؟ توا سيدي تاتا، مش سيدي تاتا، راهو الشعب والناخبين ما هم سيدي تاتا. يا ناس اكتشفوا الشعب التونسي راهو عاقل وراهو مثقف. واضح. اللي بعد نمشي ودونك قوي سعد واللي بعد نعرف اللي وزير الصحه سعيد العايدي قام مؤخرا باقاله الطبيب عارف عزيزي من مستشفى الجاوي بسيدي بوزيد. صارت معناها هذا يقول وهذا يقول، وحتى رينيها الطبيب هذية في منابر إعلامية. دونك فما تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. من نقرأ ستاتيو متاع محمود البارودي اللي يسميه الطبيب أكل الأكباد. هذا هو الطبيب البطل اللي قامت الدنيا ولم تقعد بعد أن تم طرده من طرف وزير الصحة. هو قال الجملة هذه محمود البارودي، وحط ستاتيو كان حطها الطبيب هذية في 4 نوفمبر 2011. هي ستاتيو طويلة برشا، معناها الحاجة اللي يمكن تجبد أكثر. هو قال: هبوا يا شباب تونس للثورة من جديد، فثورة غدر بها البيجي وعصابته، هلموا للثورة والثأر، هلموا لنأكل أكباد من سمون العذاب والذل لسنوات. لابد من العنف، لابد من إزهاق الأرواح، لابد من ذبح أعداء الأمة وأعداء هويتها وأعداء مقدساتها، لابد من إحراقهم حتى لا يبقى لهم أثرا يبنون عليه. الدم الدم، النار النار، حتى تسلم الثورة للأحرار. هذا كاتبه الطبيب في 2011. دونك على ذيك محمود البارودي سميه اكل الاكباد. فما سيغي متاع افلام هي كانيبال، نعرفوا الطبيب فيها دونك ياكل الكبده متاع البشر والمخ وكل شيء. دونك احنا في تونس يا سياسه هبلتنا،
يس يس هبلتنا ولينا نشوفوا الطبيب اللي هو يداوي في الناس والمنخرط حسب أخلاقية المهنة متاعه في السهر على راحة أي إنسان على الكرة الأرضية يكتب في ديستاتيو هكية ما عنده حتى علاقة بالإنسانية. وبالحق هبلتنا السياسة ولينا نرى طبيب يعارك في وزير وزير يعارك في طبيب ولا هذا قام بواجبه ولا الآخر تحمل مسؤوليته ولا رويح طائحة كذبان وسلم لي على البلوزة اللي تلبسوا فيها. أنا معناها صارت برشا قالوا عارف هذا متمتع بالعفو التشريع العام اللي عنده انتماءات هذا الكل ما ينجم ما يعني نيش. وهو قال لي في البلاتو جي في نسمة قبل وقال لي وهذا كذب وندرشنية أما فما ستاتيو أنت كتبتها بيديك في الدات هذيك البروفيل متاعك في أنو سياق شكون وقتها في الحكم هذا الكل ما يهمنيش. معناها الراجل قال لهم هيا نحرقوا هيا نقتلوا هيا نسبحوا. اسكو معقول هذا سيراجي من طبيب هذا تعرف سمحني سيراجي من الصفات اللي تم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعي وأنه تم وصفه بالداعشي بالطبيب الداعشي من عرش يستقيم ولا لا ولكن هذا تذكر بناء على هستاتيو هذه نعملوا له ماريو لك حالة. هذه تفكرني في زعيم هكا في الحزب القومي السوري أظن كان معروف عاد نهار كل يخطب يعمل دم حديد نار دم حديد نار حتى سماه حزب الشاورما. عاد السيد الطبيب هذايا وأشك في معرفته بقسم هيبوقراط هذا اللي القسم اللي عملوه الطب قبل ما يدخلوا يخدموا اللي هو إنقاذ الحياة البشرية والاهتمام بالمرضى إلى آخره. لو كان يهتموا بصحته العقلية باهية خليهم يمشي شوية المستشفى الرازي وهذا ما ليس انتقاصا كلنا معرضين لأزمات نفسانية أما هالريق البرد هذايا خاصة في المهنة الطبية اللي محترمة جدا. وماذا بينا قال في الفيسبوك طبيب تكلم هكا قال سبوا الأطباء وبعتوا لا يا ولدي مش يسبوا في الأطباء يسبوا في طبيب خارج من سينتو شد وزير الصحة قدامه قدام الناس كل يحب يمسح به القاع. لا سيدي ما تمسح به القاع وزير الدولة محترم مو سعيد العايدي كيف سعيد العايدي وزير الصحة يقوم بمهمة من الحكومة فهو محترم ويلزم هو يحترمك وانت تحترمه. إذا فقدت الاحترام امشي داوي عند طبيب نفساني به واضح يسمع النصيحة هذه. كيف لازم العكرمي يعلق وقال له على صفحته على الفيسبوك قالوا عزيزي شبيه الدكتور عارف عزيزي صدقني مكانك هو القمامة وليس العزل فقط من سلك الصحة العمومية. نبعد شوية على السياسة. فما دراسة صارت مؤخرا قال تناول الوجبات الخفيفة ليلا يضعف الذاكرة دونك قالت أنه تناول الوجبات هذه خلال منتصف الليل يؤثر على الصحة بسبب تأثيرات ذرة تسببها من المخ. وأوضح الباحثون أن تناول تلك الوجبات ولجوء الجسم إلى هضم الطعام خلال النوم يؤدي لأثار شو معناه يؤدي لأثار سلبية على المنطقة المسؤولة عن الذاكرة. دونك نتصور الارتيكل هذا يحكي على الوجبات معناها يحكي على الوجبات الخفيفه اما خساره ما حكيش على الوجبات الثقيله اللي ما تسببش في ضعف الذاكره عند التونسي. الوجبات الثقيله اللي ياكل فيها التونسي في نص الليل راهم برشا يحل في الجدار ويقع قدامه ياكل المحمص الجوع ما عاد يفهم حتى شيء اللبليبي نحن نص الليل ياكلوا اللبليبي مقرونه كذاب زاد ما عندهاش مقرونه. دونك هذه ما تسببش في ضعف الذاكره خاطر التونسي ما عنده ذكرى جملة. وأكثر حاجة نجم تعمل عليه فيها إنه ينسى فيسا. دراسة هذه ماخذتش لشانتيون من الشعب التونسي إنه فما برشا حاجات تغير الفقدين الذكرى نجم تتسبب فيها الماكلة هذه نص الليل. نطلبوا من الجامعة هذه تجي لتونس تعمل دراسة خاطر الأسباب هذه احنا نعرفوها أما نتحفظوا ما نحبوش نصرحوا بها وانت تعرفهم الأسباب نجم نزيد 10 15 20 كيلو في الليل سيبان. سير رشيد فما تعليق لا تعليق على اللبلابي والهرق ما في نص الليل ريت تونسي يحكي له على كل شيء إلا علمي يبدأ يعرف متأكد اللي رأي ليه ورد بالك ما يحبش النقد فيها الحكاية الحكاية دي مسألة لهم هامة هذه ما تمسهش يا سيدي والله تحافظ على شعبيتك ما تمشيش تهاجم الهام هامة متاع تونسي والله أي ما تلتلي فما حوينتا نصحني بها صاحبي نمشيهم على 11 بتاع الليل بو مش كل يوم مريرة في الجامعة كي تشتهي ويعجبك الجو تولي مريتين في الجامعة أيوة. شوية هرقمة مع صحيين سلطة مشوية وشوية قلية كيف تيجي علاش تيجي دماء دونك يسين ما عاد جيت قولي عبير اين اسمنت ومتخلق سبب حالة اما الشيء اللي حبيت نقوله هو انه عائلات سراجة والله العزيز عائلات
كوبل بصغيرات وكذا واثنين وثلاثة وخمسة يبدأوا في الوقت هذاك يتعشوا ومن غدوة راهو فما خدمة بالطبيعة والحوينتة عذبتها هذيك خاصية التونسي هو الحقيقة كلمة نقولوها وكلمة أنتيباتيك راهو العشاء خايب للصحة ما يلزمناش نتعشاو في الليل يلزمنا شربة خفيفة تاع خضرة هكا تعلمنا قبل وهكا ما احترمناش ما تعلمناش وهكا على الساعة ساعة الواحد عندي 8 كيلو لازمنا نحيهم معناه انا سي راجعي نجم ناكل شربة في الليل انت تنجم انت تبارك الله عليك اسمع الكفتاجي والفطاير والدنيا الكل مسموح بها عودك هكا باهي والله العظيم عودك يتحمل شربة معناه كيف معناه ماني ترونسبارون كان كان شربة تقول اني قلت كلمة خايبة شربة خضرة مثلا برودو برودو يدو بلاش سبيتار احنا والله اي جمله سبيتار احنا شكر كبير ليك للعبير على الفور هذا اليوم معنا كاب اف ام الكلمه ليك